السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي شفاتي كويزين دو موند. اليوم ان شاء الله من وصفاتي الطبيعية غادي نقدم لكم واحد الوصفة طبيعية جدا، واحد الماسك ديال الوجه بواحد الفخوي عندنا موجود ما شاء الله، ومهم مهم مهم بزاف. دونك اليوم غادي نديرو واحد الماسك ديال بالهندية. دونك الهندية معروف عليها انها ما شاء الله واحد يعني واحد الفاكهة يقدر الناس ما كيعطيوهاش قيمة بزاف، ولكن هي فائدة مهمة بزاف للصحة، لا لداخل ولا على برا. الداخل لانها كتقاد لو ترانزيت، يعني الناس اللي عندهم مشكل ديال المسران، الناس اللي عندهم لا كونستيباسيون القبض، للناس اللي عندهم المشكل ديال لا ديجيستيون المعده، في الحقيقه احسن دواء كنأكد عليها البنات بالتجربه هو الهنديه. الناس انا دابا كنشوف الناس غالطين كيقولوا الهنديه، اللي كياكل الهنديه كيجيه القبض، الوغ هو كيداوي القبض. يعني ما خصناش ناكلو 4 كيلو، الا كلينا جوج في الصباح جوج في الغداء وجوج في الليل، في الحقيقه غادي تكون عطيتي للجهاز الهضمي ويعني والجهاز ديال المسران عطيتيهم واحد الحاجه اللي هي فريمون مهمه. بالنسبه للفوائد ديال الهنديه، يعني ديال بالنسبه للبشره، هاد الهنديه هادي كتعطينا واحد الزيت اللي اليوم اغلى زيت في العالم، هو الزيت ديال الزريعة الهندية، الويل دو بيبان دو فيك دو بارباري. هاد الزيت هذا يعني عنده واحد الفوائد، غني بالفيتامينات، غني بفيتامين ا، المغنيسيوم والكالسيوم، و سي ان انتي اوكسيدون. انتي اوكسيدون يعني كيساعد على لو رينوفليمون ديال لي سيلول، يعني كيساعد على كومون غادي دير بالعربيه العربيه رينوفليمون دي سيلول، يعني الخلايا ديالنا كيسهل الخلايا ديالنا باش كيت رينوفلاو. وهذا الزيت الهنديه سي فريمون ان انتياج ضد يعني الانتياج ديال البشره، كيعطي ديك ليلاستيسيتي، سي ان انتي اوكسيدون، دونك كيخلي ديك ليلاستيسيتي، ديك ليلاستيسيتي ديال الجلده كتبقى محافظه على ديك ليلاستيسيتي ديالتها، يعني الجلده ما غتهبطش ولي غيد ما غاديش يجيو. هذا الزيت هذا هو هذا الزيت، هاد القريعه هادي هو اليوم كيبقى غالي 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 بحكم الصنع ديالو كيفاش كيكون. حيت انا فايت ليا كان عندي محل كنبيع فيه هاد المواد هادي، وخاصه هاد الزيت اللي كان عنده عليه في حقيقه اقبال كبير 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 بزاف. هاد القريعه هادي فيها 15 مليلتر، كنت كنبيعها ب 35 اورو، تقريبا 8000 ريال هاد القريعه الصغيره. واليوم كنشوف قنوات كيحطوا في لو تيتر كيف ستعملين الزيت الهنديه في بيتك. هذا غلط، ما خصهمش يغلطوا الناس، لان الزيت ديال الهنديه ما يمكنلكش ديريه في الدار اولا، لان عنده يعني عنده واحد لي ماشين سبيسيال باش كيتطحن، كتطحن الزريعه اللي في الهنديه، كيشدوها كيحمصوها، ومنين كتحمص كيديروها في واحد لا ماشين كتبرك على ديك الزريعه وكتهبط الزيت بقطره. انا فايت ليا شفت، مشيت يعني المحل ديال اللي كيصنعوا فيه الزيت الهنديه في مراكش، وشفت الطريقه ديالو، يعني كتهبط قطره بقطره، سي اون بريسيون افخوا كيقولوا ليها، فريمون كتهبط بقطره بقطره. وباش نديرو ايترو ديال الزيت خصنا طن ديال الهنديه اللي كتعطينا 25 كيلو ديال الزريعه، يعني ديك 25 كيلو غتعطينا ايترو، سي بور سا لو بري ديالها كيبقى شويه مرتفع.
اليوم ان شاء الله غنديروا ماسك بالهنديه اصلا، وهو مغذي لان الهنديه براسها بالزريعه ديالها ولا بلا زريعه، يعني شيء مغذي، واي سيده في البيت ديالها تقدر تستعمل هذا الماسك هذا ان شاء الله. Donc bonjour, aujourd'hui je vais parler un petit peu de ce fruit, la figue de Barbarie. La figue de Barbarie, donc c'est un fruit qui a beaucoup de vertus à l'intérieur de notre corps ou à l'extérieur. À l'intérieur, au fait, il régule le transit et il lutte contre la constipation. Et c'est un antioxydant et il permet le renouvellement des cellules. Il est très riche, c'est un fruit qui est très riche en vitamine A, en magnésium, en calcium et la vitamine E, donc qui est très nécessaire pour notre peau aujourd'hui, qui lutte contre le vieillissement de la peau. Donc par rapport à l'huile, ce qu'on appelle l'huile de pépin de figue de Barbarie, donc c'est une huile qu'on extrait des pépins de la figue de Barbarie, qu'on va sécher et après on va presser à froid pour obtenir vraiment une huile qui est vraiment un petit peu chère aujourd'hui. Donc aujourd'hui moi je vais faire une recette d'un masque avec le fruit même, qui est très très bah, très nourrissant pour le visage. Donc j'espère que j'ai bien parlé de ce fruit qui est très 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 riche, très riche. Et pour le manger, moi j'adore manger ça. Donc si vous avez des problèmes de transit, de constipation, n'hésitez pas à manger la figue de Barbarie. كما قلت لكم البنات، شفت قنوات كيشدوا كيبينوا بانهم راه كيصنعوا الزيت ديال الهنديه، كيشدوا الهنديه كيحيدوا لها كيطحنوها كيحيدوا لها الزريعه وكينشفوها وكيحمصوها، ومن بعد كيطحنوها في الروبو ديالهم وكيخرجوا ديك الغبره ديال الزريعه مزيانه. هذيك الغبره ماشي ما كنقولش ما مزياناش، هذيك الغبره نديروا بها دي ماسك، هي مغذيه، دير بها دي ماسك، دي غوماج للوجه، ولكن ما خصهمش يكتبوا وشنو كيديروا ديك الزيت، كيديروها في قرعه في الزيت البلديه، وكيقولوا بان في لو تيتر كيحطوا كيفاه تصنعينا زيت الهنديه في بيتك، هذا كيتسمى الماسيغا دو دويل دو فيك دو بارباري. دونك فرق كبير بين الغبره ديال الزريعه في الزيت البلديه ولا في زيت ارغان، وبين الزيت الاصلي يعني اللي كيخرج من الزريعه ديال الهنديه. دونك بلا ما نطول عليكم البنات، غير باش يعني باش ناكد لكم على هاد الهنديه اللي حنا كنشوف في المغرب ما كيعطيوهاش بزاف ديال، يعني ما كيعطيوهاش قيمه، وفي الحقيقه راه ولات معروفه في العالم كامل. الزيت ديال الهنديه ولات معروفه عندنا دابا في العالم كامل، وكتبقى هي اغلى زيت اليوم، اغلى زيت كدير تقريبا ايترو كيوصل حتى ل 10000 درهم، يعني ميلو. دونك اليوم هي ولا كيقولوا ليها لو بيترول، كيقولوا ليها لو بيترول دو ماروك، بيترول ديال المغرب. دونك الوصفه الماسك ديالنا اللي غنديروا اليوم، غادي نحتاجوا واحد الهنديه. دونك اون فافير ان ماسك بور لو فيزاج، سي تري نوريسون، تري تري ريش. دونك اون لا فيتامين ا، لو كالسيوم دون فروي دو لا فيك دو بارباري، كو جو في ميكسي افيك كيكو غرين دو ريزان، باسكو لو ريزان اوسي سي ان فروي انتي اوكسيدون. دونك il rejoint la figue de Barbarie. دابا لا فيك دو بارباري غنطحنها مع واحد سته ديال الحبيبات ديال العنب، لان العنب اوسي عنده فوائد تقريبا بحال الهنديه، سي ان انتي اوكسيدون، يعني كيساعد على لو رينوفلومون ديال الخلايا ديالنا. دونك الزيت ديالته حتى هو مزيان البنات، الا لقيتوه الزيت ديال الزريعه ديال العنب، كيتسمى لويل دو بيبان دو ريزان. L'huile de pépin de raisin aussi, c'est vraiment une très bonne huile. Donc, et elle reste moins chère par rapport à l'huile de pépin de figue de Barbarie. Donc, on peut acheter l'huile de raisin. Pépin de raisin. Donc, on va mixer la figue de Barbarie avec le raisin. Après, on dira malqa kbira de yaourt. Donc, on mélangera avec une cuillère à soupe de yaourt nature. Une cuillère à café de crème fraîche entière, avec une cuillère avec un peu de farine de riz. Kandiro mniran tahn l'hindiya ma'a l'anab,
غنزيد معاها معلقه كبيره ديال ياغورت طبيعي، ونزيد معاها معلقه صغيره ديال كريم يعني اونتيير كامله الدسم. ومن بعد غادي ندير شويه ديال الطحين ديال الروز، تقدروا تعوضوا الروز بالطحين ديال الحمص حتى هو مزيان. دونك دابا غادي ننتقلوا للوصفه. دابا غادي نطحن الهنديه ديالتي مع دوك الحبيبات ديال العنب. Donc je vais mixer la figue de barbarie avec les raisins, le raisin. D'abord, j'ai mixé la figue de barbarie avec les raisins. Donc je vais passer ça. Donc on va bien passer parce que j'ai besoin que de la pulpe de fruits. Donc là j'aurai les raisins de la figue et les raisins de la figue de Barbarie et les pépins de raisins aussi. D'abord, on va ajouter cette marque kbira de yaourt. غادي ندير معلقه صغيره ديال لا كريم كامله الدسم. حرك si vous pouvez faire ce masque. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de yaourt nature, une cuillère à café crème fraîche entière. Donc franchement ce masque, j'ai l'habitude. C'est vraiment un très bon masque, vous allez voir. Vous allez adorer votre peau. Il faut bien mélanger le yaourt avec le fruit et la crème. Juste quand vous faites des masques pour le visage, évitez de mettre de l'inox. Ce serait bien si vous mettez tout le temps les masques avec des cuillères en bois ou une spatule. Mais qu'est-ce qu'on peut dire le masque ديال وجهكم حاول ما امكن. On va vous donner beaucoup de recettes ديال masque ديال l'argile. L'argile ما كيبغيش l'inox, كيبغي تخدم غير بالخشب. لان l'inox كيقتل دوك المواد الحيه اللي في l'argile. ومن بعد غادي نزيدو الطحين ديال الروز. دونك جي راجوتي اون كويير ا كافي في فوار لا تيكستور دو فارين دو ري. جي راجوتي انكور ان بو و بوفي الي جوسكا دو كويير ا كافي. سي تري بيان لا فارين دو ري اوسي. دونك درت جوج معالق ديال الطحين ديال الروز لهذا الماسك. غادي تجربوها البنات غتشوفوا. الحمد لله الهنديه عندنا يعني ما غالياش. تقدري ديروا هذا الماسك جوج مرات في السيمانه ما يضرش، بالعكس كينمي الجلده ديالنا وكيعطيها واحد يعني كيعطي واحد النعامه. فوالا دونك notre masque elle est prêt, ça donne ça. Donc il faut l'étaler sur le visage, le cou, et le laisser poser 15 minutes. Donc le masque ديالنا كيجي هكذا البنات انتوما، يعني فيه مواد كتكون عندنا في الدار. ديروه للوجه والعنق وتخليوه لمده 15 دقيقه وصافي، وتغسلو ودهنوا وجهكم من بعد باي برودوي الزيت اللي عندكم. ولا هذا كيبقى ماسك طبيعي، دونك سي ان ماسك ناتورال افيك دي برودوي ناتورال.
Le riz aussi, j'ai pris donc du riz bio. Quand je vais mettre des masques pour mon visage, je préfère ne pas mettre de produits chimiques. Donc voilà. Donc j'espère, Inch'Allah, بزاف ديال لي كونساي ونتمنى ان شاء الله نبغي نبارطاجيهم معكم. النصائح الطبيعيه لان كيعجبني كاع اي حاجه طبيعيه كتعجبني، وما غنبخلش عليكم بالمعرفه ديالي، واخا المعرفه يعني كتبقى كومون دير ليميتي، مي الواحد كيبحث. ونعطيكم ان شاء الله النصائح. نتمنى ان شاء الله هذا الماسك يكون عجبكم وتجربوها البنات. هانتوما مواد يعني كتكون عندنا في الدار: الهندية، العنب، الياغورت، لا كريم، وطحين الروز. الا ما عندكمش شديو الروز وطحنوه وديروه مع الماسك، كيجي زوين. قلت لكم الا ما كاينش الروز ديروا طحين ديال الحمص وسي كيجي زوين. دونك دابا انا غادي نمشي ندير هذا الماسك لوجهي، جربته لكم، ولكن غنمشي نديرو في وجهي وغادي نستافد من الفوائد ديال الهنديه والعنب ولا كريم وياغورت. وان شاء الله كنتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم ونالت الاعجاب ديالكم، ونقول لكم الى وصفه قادمه باذن الله. ما تبخلوش عليا والى اللقاء. دونك جو فودي ا لا بروشين ريسيت ناتوريل. دونك vous allez avoir pas mal de conseils de recettes naturelles dans ce sens. Et donc j'espère que ce masque vous allez l'essayer. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.